أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق في هذه اللحظات، أعلنوا عن دفعة جديدة وشوطنا هو 17 محليات أصايل أبكار لقاية يتنافسن على لقب المركز الأول العزوم بالمركز الأول علي بن عبد الله بن سيف بن سباع الاشتبي، من يقدم لنا العزوم اللي عزمت من البداية أنها تكون بالمركز الأول. المركز الثاني فهناك ناصية راشد بن المر بن سعيد بن حلوة، والمركز الثالث أقول هدو سالم بن خاطر بن سالم المدهوشي، والمركز الرابع تأتي اللي هي وصال عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، والمركز الخامس خامس المراكز الهودة سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة، والمركز السادس هذا شعار بن ضبيب، شعار انذار انذار فروا عصاها خلف الأسوار يوم العصي تطرق على الزور، أو الأول انذار وبعده انذار، هذا انذار بن ضبيب غادم ينذركم الآن سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، والمركز السابع أقول هناك حشرة عبيد بن ناصر بوقبي المنصوري، والمركز التاسع وهاجة محمد بن العبد بن فايل بن سعيد الزرعي، والمركز التاسع بشاير سعيد بن خلفان بن خميس العميمي، والمركز العاشر منصورة زاهر بن سالم بن حميد المغيري. هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. بنتفرغ للشعارات الحمر، بنتفرغ للشعارات الحمر اللي بدأت تير الشوط ير، ومن ضمنهن اللي هي هدو، هدو المدهوشي، هدو المدهوشي وبن سباع اللي ينافسك على المركز الأول ويتابعك خطوة بخطوة، وياكم راعي بشاير، ياكم راعي بشاير سعيد بن خلفان بن خميس العميمي، هذا شعار بن سليم. من الجانب الآخر أيضا الهدة اليمعة بن محمد بن خلفان المزروعي، وراحت الهدة، راحت الهدة، أطلعت من المعمعة، أطلعت إلى المقدمة، أطلعت إلى الأمام، لا تكلم ولا تقول ولا تضرب ولا أبدا، خل الجهاز ويلس ويا التليفون ويا الواتساب ويا الجروبات، خلك ويا الجروبات الهدة، خلها لا تكلمها أبدا، ما تحتاج كلام. المركز الثاني يقول هناك بشايل سعيد ابن خلفان بن خميس العميمي، والمركز الثالث من نصيب العزوم علي بن عبد الله بن سيف بن سباع الاستبي، والمركز الرابع هدو سالم بن خاطر بن سالم المدهوشي، والخامس هذه اللي هي ناصيه راشد بن المر بن سعيد بن حلوه، والمركز السادس وهاجه محمد بن العبد الزرعي، والمركز السابع هناك منصورة زاهر بن سالم بن حميد المغيري، والمركز الثامن ويا محاسن الصدف أنها بالمركز الثامن وتحمل رقم ثمانية، تحمل رقم ثمانية اللي هي عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب مع وصال. ولكنك روح يا زهير، روح 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 روح، بنشوف العدملية، هذه السبوق يوم جد الجد واشتد الوطيس، بدلت مرباعها لتربعه كانها طير على الصيده، حريص مختارين عمرك بيها تجلع اهله وقبضها ما يورعها الحبيس، مشمك تمطي الخطام او تخشعه، وروح وخشعت المركز الاول خشاع ابدا ما سوت لهم، واحد اثنين يا راعي الهده يمعم محمد بن خلفان المزروعي. والمركز الثاني أقول هناك ناصية راشد بن مر بن سعيد بن حلوة، والمركز الثالث هدو سالم بن خاطر بن سالم
المدهوشي والمركز الرابع من نصيب بشاير سعيد بن خلفان بن خميس العميمي، والخامس اشوف شعار على ظهر بيان سالم بن محمد بن سعيد الحجري، واشتعلت المعركه وهاجه الزرعي. ولكن روح يا راعي يا راعي الهده، روح يا راعي الهده، اقرب منافسك راعي ناصيه راشد بن مر بن سعيد بن حلوه، وهاجه قادمه محمد بن العبد بن سعيد الزرعي، الزرعي قادم. ولكن المعركة بدأت أيضا، بدأت الآن تاخذ طريق الناموس. ناصية 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 بن حلوة، حلوة يا بن حلوة، حلوة الله. ولكن عندك عندك ياك 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 يا راعي، وهاجة وهاجة وهاجة، وهاجة وهاجة، محمد بن العبد بن فايل فل عنهم، فل عنهم، متعودي فل، متعودي فلهم، فل ويفل عنهم ويروح. وراحت وهاجة وراحت بالناموس، وسلام يا عمان، سلام سلام الله على عمان، واللي يسكن عمان كلها من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. نهني نهني محمد بن عبد العبد بن فايل بن سعيد الزرعي الثاني، وناصية راهب المر بن حلوة. المركز الثالث وصلت الهدى هي مع بن محمد بن خلفان المزروعي، والرابع اظن البن كليب، والخامس بن سباع، ما ادري اعذرونا من الثالث ولا ما نشوفهن. 26 ثانية، 26 ثانية، هذا هو التوقيت، هذا هو التوقيت، توقيت الهدة. الهدة هي اللي سبقت، شو اسمها؟ وهاجة، وهاجة. والله انه ما عرفنا وهاجة من الهدة، من هدو، من اول ماشي الاسامي القديمة يعني الشاهنية، بن صوغان، بن ظبيان، الشطوطية، العزرة، محنة، وبرة، انذار. لا انذار هذا جديد يعني، لا ما عندنا، ما كان الاولية، الاسامي القديمة ما كانت انذار، الاسامي هاي اللي جتنا الحين، لا لا ما في، ما في، مركزين قبل على الاسماء المعروفة يعني متداولة عندهم، ما في غيرها. بعدين تغيرت الاسامي، بعدين من تموا يبدلون ويغيرون في الاسامي، وتموا يعني يتطورون شوي شوي لين وصلوا الى اسامي المزيونات، الى اسامي المزيونات وصلوا الحين، قاموا يسمون على البنات الحين والحريم. والله والله يعلم بهم السنين الجايه وشو يسمون بعد.